السلام عليكم. النهاردة عندنا طريقة عمل كباب الحلة، يا ريت الأول تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. معانا نص كيلو لحمة، 5 رشات ملح، و3 رشات فلفل أسود، ومكعب مرقة لحمة، وبصلايه كامله، وطماطمايه كامله، وفلفل فلفل اخضر حلو كامل متقطعين تمام. وكمان معايا هنا بهارات لحمه، ومعايا كمان ديت نكهه الكباب، لو مش موجوده لو مش متوفره عادي مفيش. نبدا دلوقتي في طريقه تحضير اللحمه. هنحط في حله سخنه اللحمه، نسقطها كده على طول على نار عالية، ونفضل نقلب فيها. في ملحوظة دلوقتي، لو سبناها تنزل ميتها على نار هادية كده هتاخد وقت طويل في السوى، فكده بنسرع عملية السوى على طول، وكده هتاخد لها من ساعة لساعة ونص لساعة وربع كده، يعني كتير بحسب طبعا لون نوع اللحمة. كده أول لما تاخد لون من كل الجوانب نبتدي نضيف الخضار. دلوقتي بقى نضيف الخضار كله اللي عندنا، واسيبه شوية يدبل مع اللحمة. بعد ما يدبل نحط مية مغلية على طول. الملح والبهارات دي تتضاف في الاخر، يعني اول لما تدخل في بدايه السوى نضيفها، ما نحطهاش عشان تستوى تلحق تستوى، عشان يعني تاخد وقت قصير في السوى. اهو ابتدى يدبل، اول لما يدبل كمان شويه نحط المية السخنة على طول. نضيف دلوقتي بقى المياه السخنة المغلية، دلوقتي اول ما تدخل في السوى نحط بقى بقية البهارات. دلوقتي يا جماعة هنضيف البهارات اللي احنا قلناها في اول الفيديو، هي دلوقتي دخلت في السوى، ابتدت تدخل في السوى. نحط دلوقتي الملح والفلفل، نحط مكعب مرقة اللحمة، نحط يعني رشتين بهارات لحمة،
هنحط بقى نكهة الكباب. وده يا جماعة الشكل النهائي لكباب الحلة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.